يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الله تعالى لا يمشي ولا يهرول. الحديث ليس معنى الحديث أنه يمشي ويهرول، لا يؤخذ من الحديث. أما نفي المشي عن الله فهذا يحتاج إلى أدلة أخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثم أيضا المشي هذا من صفات البشر، ما جاء أن الله يمشي، جاء أن الله يأتي، جاء أن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء ويجي سبحانه وتعالى على ما يليق به، على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم.